الوداد نيت في حاجة إلى مدرب جديد من أجل تغيير الأجواء والدماء. باش نتكلموا بكل يعني واقعية ونتكلموا بالحقائق، لأن الأرقام تتحدث على الرجل، تتحدث على السعادة رمزي هذا الموسم. وغنتكلموا بكل صراحة بأن مسألة وقت، يعني أن السعادة رمزي على رأس العارضة التقنية لنادي الوداد الرياضي البيضاوي، مسألة وقت، لأن الأرقام السلبية التي يعني واكبت النادي هذا الموسم وعلى رأسها المدرب اللي كيتحمل يعني جزء كبير من الإخفاقات، أكيد نادي الوداد الرياضي والجماهير ديالو يعني ما كتمناش تشوف الفريق ديالها يعني يتخبط في مثل هكذا نتائج وفي مثل هكذا يعني أمور تقنية وفي مثل هكذا أداء. هذا هو الإشكال الواقع الحالي والآني، لأن بواحد نسبة كبيرة ديال الجماهير الودادية تطالب برحيل المدرب عادل رمزي على فريق الوداد الرياضي، وهذا راجع لأنه لم يقدم شيئا لفريق الوداد. خسرنا معه لقبين على مستوى العربي وعلى المستوى الدوري الإفريقي، حيت الناس ما ينسوش المستوى العربي راه لأول مرة في التاريخ ديال المشاركة ديال نادي الوداد الرياضي البيضاوي على المستوى العربي باش نبدا كيخرج من دور الأول من المجموعات. ما عهدناش، ونمشي معاك بالأرقام، ما عهدناش نادي الوداد الرياضي البيضاوي أي مشاركة عربية أنه كيخرج بهذه الطريقة اللي خرج بها من المملكة العربية السعودية والدوري العربي اللي تنظم السعودية. وهذا الشيء الجماهير تقبلته بصدر رحب وقالت بأن راكم تعارف ماشي مشكل، رغم أن احنا ما لاعبينش مينيم ولا لاعبين كاضي ولا لاعبين بجنيور الوداد، غادي الوداد وغادي اللاعبين أسماء وزنة واللاعبين اللي مسايل الموسم واللاعبين اللي مسايل الموسم بمقابلات وأون فور ولاعبين بانتدابات اللي مشات، يعني مشى فريق الوداد الرياضي، يعني ما لا يقبل أننا نشوفوا من الوهلة الأولى نشوفوا الفريق كيقدم هذاك المستويات وكنرجعوا بخوف وحنين ونرجعوا بهذوك المستويات، ومع ذلك تقبلها الجمهور الودادي ودعمنا السي عادل الرمزي وقلنا هذه غير مرحلة فيها البناء وفيها التوهج وفيها أننا تعارف وسيدي ماشي مشكل. من غنجيو نقلب أنا تسول أي لاعب سابق ولا مدرب غير مقبول، لا ولا أي مدرب ولا أي مغربي كي يتواجد خارج المغرب يقول لك كنتفرج الوداد، لأن الوداد كل عام كنشوف الوداد، يعني أي واحد كيعرف الوداد بحال ساكنة بحال لهيه الوداد ملي كتكون لعبة راه أنت السي عادل الرمزي ولا أنت أي واحد راه كنتي كتبرك وكتفرج الوداد كلهم كتعرفوا هاد اللعابة كتشوفهم كتفرجوا في قبل ما تجي قلنا راه كنت عارف شي راه بوحدو حنا هادشي غير حنا قلنا هذيك مرحلة من المراحل الأولى اللي غتسهل المأمورية السعد رمزي، لأن هذه المرحلة العربية ما بغاوش يتحاسب مع المكتب وما تحاسب مع الجمهور على أنه يجي ويدير لنا ويكون واحد فريق متجانس للاستحقاقات اللي كانوا تابعيننا، استحقاقات مهمة وقوية مستقبلا، لكن لم نرى أي شيء